أبي. يبدو أنها ستمطر. لا قلت لقاه بتوانا. لا اتحكم انا تعال. طبق طائر. ماذا؟ طائر ويحرك فوق بيتي بالذات. اتصل بالشرطة. هيا لنهرب بسرعة. لقد أتلف الطبق حديقتنا.
إنه يقطف أزهار حديقتي. لماذا تأخرت الشرطة؟ من قاعدة الانسلاخ إلى النسل القاتل. حول. أنا أسمعك، هل تسمعني؟ من قاعدة الانخلاق إلى النسر القاصد. هل تسمعني؟ هل تسمعني؟ حول. إن مكانهما غير محدد. آه يا بوبو، يا ولد العزيز، أنت السبب في كل ما حدث. وما ذنبي أنا؟ أنت التي لم تحسني تربية ابنك بوبو. أنا؟ نعم أنت، ولولا تدليلك له ما كان يجرؤ أبداً أن يأخذ مفتاح الطبق خلصة ويحلق دون إذني. أنت الذي شجعته على ذلك بدليل أنك علمته قراءة الطبق الطائر قبل سنه القانونية. كفى كفى. آه يا ربي، يا ترى أين أنت يا بوبو؟ هيا يا بوبو تعال بسرعة. نعم، أنا رئيس تحرير. ماذا؟ طبق طائر؟ أين؟ سيزول ألمك بعد قليل. لا تبكي، ألا تريد شيئا من الطعام؟ لا. ولا الشراب؟ لا، أريد أن أعود إلى كوكبي. كيف؟ كيف وقد انصرف صديقك بالطبق الطائر؟ ما عليك إلا أن تهدأ الآن يا صغيري، اهدأ، ولا بد أن نجد حلا لمشكلتك، اهدأ. لقد نام. نام؟ هيا لنحمله إلى غرفة الضيافة.
لابد وأن والدي في غاية القلق عليه. كان الله في عونهما. باسل، لماذا تخافين يا عبلة؟ ها؟ لماذا؟ آخ يا عبلة آخ، لابد أن تكوني شجاعة أكثر من ذلك. انتظري، سأفتح أنا، فربما كانت خدعة. لا داعي للقلق يا ولدي، إنه طفل مسالم لا يريد بنا شرا، ولكن لابد من تسليمه إلى السلطات ليتبين أمره. وهو في حالته تلك إنه جريح يا باسل، ولابد وأن نرعاه. والبيت مفتوح لأي مسؤول يريد معرفة أي شيء عنه. إنها مسؤولية ضخمة يا أبي. أرجوك يا باسل، دعه يا بني حتى تشفى قدمه. يا أبي، الأمر ليس بهذه السهولة، إنه من كوكب آخر، ربما جاء إلينا ليضرنا، لابد من تسليمه للمسؤولين. قلت لك لا. أرجوك يا أبي، لابد أن أقوم بواجبي، فأنا أخشى أن يصيبك أنت وأختي بمكروه. وإذا أخذته الآن وانصرفت، ماذا أفعل أنا لو جاء أهله للسؤال عنه؟ ماذا أقول لهم؟ ولكن يا أبي، أنا المسؤول عنه منذ الآن. يا أبي، اتركه حتى الصباح، وغدا نتباحث في الأمر. على كل حال، سأنقل وجهة نظرك هذه للمسؤولين. هل ستأخذ معك جنودك الذين بالخارج؟ لا، بل سأتركهم للحراسة هذه الليلة. هذا أفضل. أنت سببه إذن، أنت الذي جعلته يركب الطبق الطائر. سأخبر والديك بذلك. اهدائي يا أم بوبو، اهدائي، ولا تلقي اللوم على جيمو. جيمو ولد شقي، وقد منعت بوبو مرارا من اللعب معه. وبوبو أيضا شقي. بوبو؟ نعم، ومدلل أيضا، وأنا غير راض عن أسلوب تربيتك له. أنت دائما هكذا. جيمو اسمعني، بصراحة أنت أخطأت، وبوبو أيضا أخطأ، وعلينا الآن أن نفكر في استعادته. هل تعرف مكانه؟ كوكب الأرض. ماذا؟ ولدي. أبي، أمي، أريد أن أخرج من هنا، أريد أن أخرج من هنا. أبي، ماذا؟ ماذا حدث؟ أبي، أمي، إنه بوبو يا أبي. أبي، أمي. لماذا أغلقتم علي هذا؟ إنه باب الحجرة يا بني. لا، لقد خدعتني وحبستني. أنا لم أحبسك. انظر انظر انظر، يمكنك أن تخرج بمنتهى السهولة. لن تخدعني مرة أخرى. اهدأ يا بني. بوبو، لا تبكي يا أم بوبو، هوني عليك.
سأجد حلا. إلى أين؟ سأذهب إلى مركز القيادة وأعرض عليهم ما حدث. بوبو، اهبط يا بوبو. لا لن اهبط. انزل والا سقطت بك. لا. عن هذا يا بوبو. ماء. لا تخف يا بني، الحمد لله. أنا آسف، أرجوك قل العودة إلى أبوي. وأنا أريد لك ذلك يا بني، أنت الذي هبط علي من السماء كالقدر وبدون سابق موعد. أما زلت خائفا مني؟ منك أنت؟ لا يا بني، ولكن من أهلك ربما. كيف تتركه عند والدك يا باسل؟ لا بد من استعادته لإجراء الفحوص والتجارب عليه، إنه من كوكب آخر. أعرف ذلك يا سيدي، وأعرف أنه أمر خطير لا يستهان به. أهلا أهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا. أهلا وسهلا، يا مرحبا يا مرحبا بكم جميعا. أهلا وسهلا أهلا وسهلا.
طمئني يا سيد صابر. هل أصابكم مكروه؟ كنا جميعا في غاية القلق عليك. ولما كل هذا القلق؟ من أجل طبق طائر؟ اطمئنوا اطمئنوا، لقد سويت الأمر تماما. الشجاعة يا أصدقائي أهم شيء في مثل هذه المواقف. لقد رأيتكم وأنتم تفرون كالأرانب. لقد كان شيئا مفزعا. أما أنا فقد هاجمتهم بقوة. هاجمتهم؟ نعم، ومن شدة خوفهم فر الطبق بمن فيه تاركين ولدهم هنا. ماذا؟ ماذا؟ هنا؟ نعم هنا. أين هو؟ إنه بالداخل. بالداخل؟ بالداخل؟ نعم بالداخل. انتظروا 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 انتظروا. يا لكم من جبناء.